السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من قناة مستر أوي. النهاردة إن شاء الله هنراجع على أول وتاني وتالت وحدة اللي هو نصف المنهج لتانية ثانوي. طبعا من الأفضل إنك تكون ذاكرت التلات وحدات قبل ما تشوف فيديو النهاردة عشان تستفيد منه أو عشان تلاقي نفسك بتعرف تحل معايا بشكل سريع. شرح التلات وحدات موجود في قائمة التشغيل اسمها تانية ثانوي، واللي عايز شرح اي واحدة او حل اي تمارين يكتبها في كومنت وارد عليكم ان شاء الله. والحل النهاردة هيكون كتاب جام، كتاب اللي هو اسمه Ongoing Assessment Booklet. ويلا نبدأ بالوحدة الاولى، هتكون صفحة 4. السؤال الاول على الفوكابلوري: The lifeguard يعني الحارس pulled the child out، سحب الطفل للخارج of the swimming pool من حمام السباحة. And Ned did not for him، له saving his life، منقذا حياته. اعمل له ايه عشان ينقذ حياته؟ يبقى في الوحدة الاولى اسمها do CPR، والماضي تبقى did CPR يعني اجرى له التنفس الصناعي. Number 2، the fire يعني النار has caused، قد سببت damage، دمار بسيط ولا عنيف ولا ايه، to the building that it was knocked down، يعني منزل اتحطم. منزل اتحطم يبقى الدمج الدمار كان ماله، كان بسيط ولا سيفير شديد؟ سيفير يعني شديد. نمبر 3، when عندما I told اخبرت my mother امي ان I lost my mobile او I lost the mobile، ان فقدت هاتفي. she not with anger، هي ايه من الغضب، هي represented ولا reacted with anger؟ reacted with anger يعني تفاعلت او عملت رد فعل فيه anger يعني غضب. نمبر 4، the doctor الطبيب pressed tightly on the wound، يعني ضغط بشدة على الجرح، to stop لإيقاف الايه، اكيد لإيقاف النزيف، النزيف يعني bleeding. number 5، the big project المشروع الكبير has involved not of three companies، involved يعني ضم ايه، ثلاث شركات لإنهاء in time يعني في الوقت المحدد. المشروع الكبير ده يبقى ضم تلات ايه، يبقى عامل تلات شركات مع بعض، يبقى ده اسمه collaboration يعني تعاون. collaboration تعاون، وبيساوي كلمة cooperation برضو معناها تعاون. ممكن برضو كنا نقول unity يعني وحدة او ضم تلات شركات. بعد كده هيسألك عن language يعني اللي هي اللغة في الوحدة الاولى بتاعت must و have to. I not eat healthy food، انا ايه اكل طعام صحي، if I am going to be an athlete، لو انا هبقى athlete يعني لاعب رياضي، يبقى انا must، I must يعني بذكر نفسي هنا، دي تذكير للنفس، طالما بذكر نفسي يبقى must. number 7، you not exercise، انت ايه تتدرب، if you want to be healthy، لو انت عايز تبقى صحي انت، يبقى you must ولا you have to، ما عندكش اصلا must فما فيش قدامك غير have to يعني تضطر ان او يجب عليك. number 8، you not visit the pyramids، تزور الأهرامات، when you are in Cairo، عندما تكون في القاهرة، they are amazing يعني مذهلين، يبقى you must، ديت نصيحة قوية، يبقى must انك تزور الأهرامات. رقم 9، if you are busy، لو انت مشغول، you not play football with them، تلعب كرة قدم معهم، يبقى مضطر ولا مش مضطر؟ لو انت مشغول يبقى مش مضطر او لا يجب عليك، يبقى you don't have to. رقم 10، you not eat things، تأكل أشياء with a lot of salt، فيها ملح كتير أو fat أو دهون، إن ذم فيها، يبقى يجب عليك ولا لا يجب عليك؟ لا يجب عليك، mustn't. بعد كده سؤال الترجمة، translate into Arabic، ترجم إلى اللغة العربية. A medical emergency is an acute injury or illness that shows an immediate risk to a person's life. It requires assistance from another person who should be suitably qualified. Medical emergency يعني الحالة الطوارئ الطبية، is an acute injury يعني إصابة، acute يعني حادة، or illness أو مرض، that shows الذي يظهر أو بيبين، in an immediate risk يعني حالة خطرة فورية، to a person's life لحياة الشخص. يبقى معناها على بعضها كده، حالة الطوارئ الطبية هي عبارة عن إصابة أو مرض حاد يظهر خطرا فوريا لحياة الشخص. بعد كده it requires يعني إنها تتطلب، أو الإصابة دي تتطلب assistance، المساعدة، from another person، من شخص آخر، who should be suitably qualified يعني الذي يجب أن يكون مؤهلا، suitably يعني بشكل مناسب، qualified مؤهل، suitably بشكل
مناسب. الاسترخاء والانفصال عن ضغوط الحياة من الوسائل الهامة التي تساعد على دعم صحة الإنسان، ويكون ذلك عن طريق ممارسة أنشطة الاسترخاء مثل تمارين اليوجا. الاسترخاء يعني relaxation. الانفصال ممكن نقول being away from، يعني تكون بعيد عن، being away from تكون بعيد عن ضغوط الحياة، يعني the stress of life. من الوسائل الهامة يبقى الاسترخاء والانفصال دول حاجة واحدة ولا حاجتين؟ حاجتين. يبقى نقول is ولا are؟ نقول are. يبقى are two، يعني هما اثنين of the important ways، يعني من الوسائل الهامة التي يعني which تساعد herb على دعم صحة الإنسان، to support تدعم صحة الإنسان، يعني man's health. ويكون ذلك عن طريق ممارسة الأنشطة أو أنشطة الاسترخاء. يبقى ذلك يكون، يبقى هذا this أو ذلك this can be، يمكن أن يكون through، يعني من خلال ممارسة practicing أنشطة activities مثل such as yoga exercises، يعني تمارين اليوجا. ولو عايزها مكتوبة تفضل مكتوبة اهي، حالة الطوارئ الطبيعية، اعملها سكرين شوت لو انت عايز تكتب الترجمة، دي العربي ودي الانجليش. نوقف الفيديو واسألك اربع كلمات من اللي احنا لسه حلينهم دلوقتي. كلمة شديد معناها ايه؟ اكتبها في الكومنت لو انت عارف معناها. كلمة شديد، كلمة صحي، كلمة شخص رياضي، كلمة تعاون. الناس اللي بتشوف الفيديو تكتب كل كلمة منهم في الكومنت، شديد، صحي، شخص رياضي، تعاون. واللي يخلص نقلب بقى الصفحة وناخد على تمارين على يونت 2. من كتاب جيم على صفحة 9. السؤال الأول: The chief asserted that we should make sure to add the right not to salt of salt to the recipe. الشيف اللي هو الطباخ أكد على إن إحنا يجب أن نتأكد إن إحنا بنضيف الإيه الصحيح من الملح، يبقى الكمية الصحيحة من الملح، الكمية يعني amount. Number two. My friend صديقي often not together، من غير ما تكمل، طالما شفت together هتبقى اسمها gets together، يعني بنتجمع، gets together نتجمع. Number three. Medals الميداليات are usually worn، يتم ارتداءها عادة، only فقط on ceremonial نقط، بيتم ارتداءها في المناسبات occasions. Number four. The Galapagos Island جزيرة Galapagos is home to several، يعني موطن العديد من الـ species الأنواع of trees من الأشجار، يبقى native species يعني أنواع أصلية. رقم 5. Breakfast الإفطار is not بين السابعة والعاشرة at this hotel، يبقى is served يعني يقدم، is served يقدم. بعد كده language اللغة. Number 6. The curry was too hot. It was the not thing I have ever eaten. It was the، طالما ذا يبقى بعدها صفة فيها إيه؟ ST، يبقى spiciest. Number 7. People in the countryside، الناس في الريف often cook، دائما بيطبخوا food الطعام. That's not then. طالما عندك then اتفقنا لازم يكون في ER يا إما more. عندك more traditional، اتفضل، يعني أكثر تقليديا. Number 8. Many people، عديد من الناس think that، بيعتقدون أن النات biscuits، بسكوت المطنوع من النات اللي هو الجوز الهند، are not the other biscuits. عندك بسكوت هنا وعندك other biscuits، يعني في مقارنة، يبقى بالـ ER أو بمور ومعها than. قال عندك than وعندك than، اسمها good than ولا better than؟ اسمها better than، يعني أفضل من. Number 9. نمبر 9 برضو مكتوب عندك هنا than، فالطبيعي انك هتاخد more او ER، فعندك more اهي من غير مقرأ، more than يعني اكثر من. نمبر 10. Not biscuits are not of all the other biscuits، خط تحت all the other biscuits، all يعني جميع، يبقى دي مقارنة ولا تفضيل؟ طالما all يعني جميع يبقى تفضيل، وطالما تفضيل يبقى ذا الصفة EST او the most صفة، اتفضل the sweetest، ذا والصفة فيها EST. سؤال الترجمة: Some people، بعض الناس assert that، بيؤكدوا ان our food، طعامنا، should be organic، يجب ان يكون عضويا، organic grown يعني مزروع عضويا، with traditional methods، يعني مزروع traditional methods الطرق التقليدية. However
ومع ذلك others الآخرون say that بيقولوا إنه we can face يمكن أن نواجه food shortage يعني نقص الطعام if problems مشاكل في نقص الطعام if we do so لو إحنا عملنا كده إذا فعلنا ذلك. Number B translate into English ترجم للغة الإنجليزية. بعض المهرجانات التي تحتفل بها الشعوب ترجع إلى سنوات عديدة سابقة مثل عيد الشكر في أمريكا الذي يحرص عليه الأمريكيون كتعبير عن امتنانهم أو شكرهم لأجدادهم الذين غامروا لحياتهم لتعمير القارة الجديدة. بعض صم مهرجانات فيستيفلز التي ويتش يحتفل بها الشعوب نبدأ بالشعوب اللي هي بيبول يحتفل سيلبريت ترجع إلى يبقى ديت باك إلى سنوات عديدة تو ميني ييرز سابقة بيفور مثل such as عيد الشكر Thanksgiving in America الذي يحرص عليه الأمريكيون يبقى نبدأ بالأمريكيون the Americans يحرص عليه أو يهتم به care about كتعبير عن امتنانهم يعني كعلامة لتعبير as a sign of كعلامة لي امتنان يعني gratitude لأجدادهم to their ancestors الذين who غامروا بحياتهم يعني risked their life يعني خاطروا أو غامروا بحياتهم لتعمير to construct القارة الجديدة the new continent. ودي الإجابة هي تفضل معايا أدي translate into Arabic ترجم إلى العربية وهنا برضو translate into English that some festivals بعض المهرجانات اللي عايز أعمل لها screen shot. وقف الفيديو واكتب الثلاث كلمات دول في كومنتس لو عارف معنى كلمة كمية معناها ايه كلمة تتجمع كلمة مناسبات كمية ويتجمع ومناسبات. دلوقتي صفحة 14 وهناخد تمرين على يونت 3 الوحدة الثالثة. اول سؤال we should work hard to achieve يجب ان نعمل بجد لكي نحقق gradual and not economic growth لنحقق النمو الاقتصادي الايه المستدام sustainable. Number two, I was impressed by the number of dishes on the restaurants. أنا كنت مندهش من الإيه بتاع الأطباق من المكسر ولا variety variety يعني تنوع الأطباق في المطعم. Number three, many cleaning products عديد من منتجات التنظيف contain بتتضمن ايه that can be harmful harmful يعني ضار ايه اللي هيبقى ضار المكونات ولا المواد الكيماوية مواد الكيماوية chemicals. Number four not is animals حيوانات such as cows مثل الأبقار والشيب والخرفان أو الأغنام that are kept التي تربى on a farm في المزرعة يبقى دي الماشية livestock وبرضو بيساوي كلمة cattle. Number five rice الأرز is a main not for more than half of the world's population لأكثر من نصف سكان العالم يبقى هو الكروب يعني محصول. Number six على قاعدة المستقبل بقى اللي هي بويل وام ازار جون كجو ام ازار اي نجي والمضارع البسيط والمضارع المستمر او مستقبل المستمر والمضارع او المستقبل التام. Number six the police يعني الشرطة in my country في بلدي are known to be very brave معروف ان هم brave و strict يعني شجعان وصارمين. And they not any thief easily هم ايه اي حرامي بسهولة هيقبضوا على صفة يقبضوا على من غير اي دليل عندك هنا دي صفات وطالما الصفات يبقى تاخد will arrest. Number 7 this time next week يعني في مثل هذا التوقيت next week الاسبوع القادم من غير ما تكمل طالما لقيت this time في المستقبل يبقى will be و ing من غير ما تفكر يبقى will be leaving. Number 8 before I go to China next year قبل أن أذهب إلى الصين العام القادم يعني في نية أنك تذهب للصين أو تخطيط يبقى am is are going to لو يكون في تخطيط أو نية أو قرار يبقى am is are going to تفضل am going to learn. Number 9 this building is old هذا مبنى old يعني كبير أو بقاله سنين كتيرة it not at any time هينهار في أي وقت يبقى will collapse. رقم 10 صلاح is shooting a penalty بيشدر بجزاء هو ايه هدف يبقى هو هيحرز هدف في تخطيط او في نية يبقى am is are going to يبقى is going to score. الترجمة one of the most important احد اهم causes اسباب of climate change التغير المناخي is cutting down هو قطع forests
الغابات especially وخاصة reinforce الغابات المطيرة أو الغابات الاستوائية. This leads to هذا يؤدي إلى more carbon dioxide المزيد من أو زيادة ثاني أكسيد الكربون which التي affects تؤثر على the earth كوكب الأرض أو الكرة الأرضية badly بشكل سيء. Translate into English ترجم اللغة الإنجليزية. يعتبر البناء على الأرض الزراعية جريمة لأنه يقلل مساحة الأرض المتاحة لإنتاج الغذاء وهو ما يحد من الإنتاج المستدام للغذاء مما يدفعنا إلى طرق جديدة قد تكون مكلفة. هنبدأ بالفعل اللي هو البناء building على الأرض الزراعية on the agricultural land يعتبر is considered جريمة a crime لأنه يقلل مساحة الأرض لأنه يبقى because it يقلل reduces مساحة الأرض يبقى the land المتاحة available لإنتاج الغذاء for food production وهو ما يحد من الإنتاج المستدام للغذاء هو ما يحد يعني الحاجة دي اللي هو هذا this سوف will يحد من limit الإنتاج المستدام للغذاء يبقى sustainable food production sustainable food production يعني الإنتاج المستدام للغذاء مما يدفعنا إلى يعني الذي يدفعنا إلى يبقى which يدفعنا إلى أو يجعلنا make us نلجأ إلى طرق قد تكون مكلفة يبقى resort to يعني نلجأ إلى طرق جديدة new methods التي قد تكون مكلفة التي يعني ذات ممكن أن تكون could be مكلفة costly ودي إجابة الترجمة هي أحد أهم أسباب التغير المناخي وقعتها كذا كذا خاصة ودي ترجمة اللغة الإنجليزية building on the agricultural land البناء على الأرض الزراعية كده نكون حلينا أو رجعنا بشكل سريع كده على أول ثلاث وحدات في المنهج لتانية ثانوي إن شاء الله الفيديو جديد هنراجع على ثلاث وحدات اللي بعدهم ولكن بعد ما نكمل شرحهم طبعا اللي واقف عليه أي حاجة في الأسئلة دي المفروض يكون شاف الشرح الأول علشان يعرف يحل الأسئلة دي بسهولة أتمنى تكونوا استفدتم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.